جرى صباح يوم الجمعة 17 يناير 2020 بثانوية الخياطة التأهيلية بجامعة الساحل ولاد حريز إقليم برشيد حفل افتتاح مشروع تجهيز مكتبة مدرسية، وهو المشروع لجمعية النصر للتنمية والثقافة بتنسيق مع المؤسسة والمدعم من طرف شركة لافارج هولسيم بوسكورة. وعرف الحفل حضور ممثلي معمل لافارج هولسيم بوسكورة وممثل مديرية التعليم ببرشيد وبعض فعاليات المجتمع المدني وأعضاء الجمعية. وقدمت تلميذات المؤسسة قراءات في رواية الخبز الحافي لمحمد شكري، ورواية زقاق المدق لنجيب محفوظ، ورواية الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران. الحمد لله، هذه محطة من محطات التعاون المشترك ما بين تنمية الخياطة وشركة لافارج هولسيم وجمعية النصر للتنمية والثقافة. كيف حضرتوا معنا اليوم وشفتوا، كان اليوم الافتتاح ديال المكتبة المدرسية اللي تمولات يعني بشكل كلي من طرف الشركة، وأكيد بالتنسيق والتعاون ديال مع شباب ديال جمعية النصر للتنمية والثقافة. هذا الشيء كله تيدخل في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها وعلى كافة الفاعلين والمتدخلين من أجل الزيادة من الإشعاع ديالها، ومن أجل أيضا تأهيل فضاءاتها. والحمد لله بهذه المناسبة يعني تنشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في هاد الخطوة هذه وفي هاد العملية، سواء تعلق الأمر يعني بالمديرية الإقليمية ببرشيد، السلطات المحلية، الجامعة، وأكثر شركة لافارج هولسيم وشباب جمعية نصر للتنمية والثقافة. كما كتلاحظوا اليوم أنه عندنا حفل ديال الافتتاح مكتبة الثانوية التأهيلية الخياطة، وتزامنا مع هذا الحدث هذا قمنا أيضا بحملة تحسيسية للتعريف بأهمية وفوائد القراءة لكي يكون دافعا وحافزا للتلاميذ للاجتهاد أكثر فأكثر، وخاصة أننا في العالم القروي يصعب أن تجد مكاتب، يعني حاولنا أننا نملأ هذه المكتبة هذه ونجهزها بشتى أنواع الكشوف التي ستعود بالنفع على تلاميذنا وستغني رصيدهم المعرفي. وكنبغيو نشكروا شركة لافارج هولسيم على الدعم ديالها لنا، لأنه لولا دعمهم لما كانت هذه المكتبة. وكذلك كنشكروا أعضاء ديال جمعية النصر، كذلك ما نساوش نشكروا الأطر التربوية بالمؤسسة اللي كيشتغلوا كيقوموا واحد العمل جبار مع التلاميذ باش يكونوا في المستوى ويحصلوا على معدلات عالية، وهذا كيشرف لا الثانوية ولا المنطقة ديال الساحل ولا حريز. أولا أشكر جميع المتدخلين الذين ساهموا في إنجاح هذا المشروع الذي هو عبارة عن تجهيز مكتبة بثانوية الخياطة، وعلى رأسهم أطر المؤسسة والجمعيات التي تنشط في المجال التعليمي الذي يعتبر من أولويات بالنسبة لمؤسسة لافارج هولسيم. دونك من بين المشاريع اللي نجزناها خلال هذه السنة، هناك دورة تحسيسية لفائدة التلاميذ وتلميذات المؤسسة التعليمية بالمنطقة، هناك قوافل طبية لفائدة التلاميذ لتصحيح النظر، وهناك مشاريع أخرى كتخص البنية التحتية للمؤسسات التعليمية كتجهيز المراحيض وتجهيز المكتبات، تجهيز بحواسيب إلكترونية ودعم التعليم ودعم دروس التعليم بالنسبة للتلاميذ اللي باشولين البكالوريا. وهناك عدة أنشطة أخرى من بينها اللي إن شاء الله غنظموها اللي غتكون برمجوها في سنة 2020 واللي كتخص جميع المؤسسات من بينها مؤسسة الثانوية الخياطة. ويأتي مشروع تجهيز المكتبة المدرسية في إطار السياسة الاجتماعية لشركة لافارج هولسيم بوسكورة وتفاعلها الإيجابي مع محيطها في إطار تواصل دائم مع جميع المكونات، وباعتبارها المؤسسة الاقتصادية المواطنة والوحيدة بالمنطقة.